أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن أبدأ الحديث بتفسير ما تيسر من آيات القرآن الكريم، أود أن ألفت النظر إلى أن تفسير القرآن وبيان معانيه العامة والخاصة له منهج اتبعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفسرون الصادقون الصالحون من بعدهم، فهو أولا تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد تفسير القرآن بالقرآن فنفسر القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن لم نجد حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لنا الآية التي نريد بيان معانيها نأخذ من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالوه في معنى هذه الآية، لأنهم الرعيل الأول الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه القرآن وتفسيره أو تفسير ما فسر منه مما يحتاجون إليه في عصرهم، أخذوه غضا صحيحا، ولذلك وقع في الخطأ الجسيم وربما خرج من الإسلام من حيث لا يدري من طعن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمهم بالكفر والضلال وهو الضال من حيث لا يدري، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا الدين من كتاب وسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا ضالين وكنا نشتمهم ونسبهم فهذا يعني أن ديننا كله الذي نتبعه ليس دين الإسلام الذي نقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام دجالين من اليهود وغيرهم اندس في أفكار هؤلاء الخارجين عن الإسلام. لذلك كثيرا من الناس عندما ننصحهم يقولون لنا أنتم تكفيريون تكفرون وتفعلون وكذا، ويزعمون أنهم على الحق ولكن نحن كفرناهم. وهناك أيها الإخوة طوائف ومجموعات بشرية خرجوا من الإسلام فعلا وهم يظنون أنهم قد أحسنوا صنعا، وذلك بأنهم ابتعدوا عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لجهلهم بها أو عن قصد، لأنهم يريدون أن يطيعوا شياطين الإنس والجن لتحقيق مصالحهم، فابتكروا دينا غير دين الله ونهجوا نهجا غير نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي أنزل هذا الكتاب المبين. وعلى هذا وقع في الخطأ الجسيم بل ربما بالكفر أو قريبا من الكفر من يفسر آيات القرآن على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يلوي الأحاديث ويقلب معناها ثم يزعم أنه مفتن من الفتنة وليس من الإفتاء. نعم، إنه مفتن، إنه دخل في الفتنة، ونرجو أن لا يكون دخل في الشرك من حيث لا يدري، وإذا به يكفر المؤمنين ويجعلهم خوارج، وأما الكافرون فيعتبرهم
يقول لهم اضربوا بالمليان اقتلوا، من يقتلون؟ اليهود؟ لا لا، يقتلون المسلمين الذين هم جنوب اليهود في دولتهم اليهودية، وشمال اليهود في سوريا في دولتهم السورية، يضربونهم بالمليان. نعم هكذا تريد اليهود. إذا نستطيع أن نسمي هذه الفتوى فتوى يهودية وليست فتوى تعتمد على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد بحديث وفهم معناه بالخطأ أو عن قصد قلب معناه. الخوارج أيها الإخوة الذين يخرجون عن حكم الله ورسوله وحكم الإمام الذي اختاره المسلمون، هؤلاء الخوارج، وليس الخوارج الذين يخرجون عن حكم شخص شرعي انتخبه الناس بأكثريتهم وارتضوه رئيسا لهم، حتى من قام في الانقلاب بايعه أيضا لأنه حلف أمامه اليمين على الطاعة والسمع والاستقامة على النظام، وإذا به يخرق هذا النظام ويقتل المسلمين ويقول له هذا المفتن اضرب في المليان اضرب في المليان. لمن يضرب؟ لأعداء اليهود. اليهود يؤسسون دولة يهودية بجواره، وأما المسلمون وهم أكثرية في مصر وفي سوريا، هؤلاء لا يريد اليهود أن يقيموا حكم الله لا في أنفسهم ولا في غيرهم. نحن لا نريد أن نعتدي على أحد أيها الإخوة المؤمنون. أيها الناس، عاش بيننا المسيحي واليهودي والدرزي والعلوي، ولم يعتدي المسلمون على واحد منهم، ولكن هؤلاء الجنات الظلمة ومن كان معهم من الفاسدين المفتين الذين ثبت جهلهم أو فسادهم وطغيانهم من أجل أن يرضوا الحاكم الذي عينوا في زمنه في إفتاء، عينوا في زمن الطغاة. والطاغية لا يختار إلا من يطيعه لا من يطيع الله، فعينوا في هذا الوقت وظنوا أنهم فعلا أصبحوا مفتين. ليس من عينه حاكم طاغ مفتيا يصبح مفتي، بل ربما يكون جاهلا من أهل الجاهلية. المفتي الذي يفهم الواقعة التي يعيش فيها، ولا يقول عن حاكم انتخبه الناس إذا جاء الطغاة الذين بايعوه نقضوا العهد ونقضوا البيعة. ومن ينقض البيعة فليقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في من أهل الجاهلية، يعتبر أن هؤلاء الذين نقضوا البيعة وأخذوا هذا الحاكم الذي بايعته الأمة بأكثريتها، قال هذا محجور ومغيب، فهو إذن لا طاعة له، ولكن طاعة لمن؟ للظالم المتغطرس الذي يقتل المسلمين ليرتاح الكافرون من اليهود وأذنابهم في العالم كله. أيها الإخوة، ليس الطغاة الذين بغوا وطغوا وخرجوا عن حكم الحاكم الشرعي الذي اختارته الأمة، ليس هؤلاء من لهم السلطة أو حكمهم شرعي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هؤلاء الذين أخذوا الحكم بالغلبة، إنما هؤلاء خارجون عن حكم الله وحكم رسوله ونقضوا بيعة الإمام، ومن نقض بيعة إمامه فقد خرج من الإسلام. ارجع أيها المفتن إلى الأحاديث الصحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء من الصحابة ومن بعدهم. الخوارج الذين يخرجون عن حكم الله ويتبعون حكم اليهود وأذناب اليهود، لأنهم يبعثونهم كشياطين الإنس والجن التي تأز الكافرين أزا، يبعثونهم من أجل أن يقفوا في وجه الإسلام الذي يمتد. والإسلام أيها الإخوة أيها الناس في البلاد الإسلامية أكثر المجتمع مسلم، والديمقراطية أن تترك لهم الحرية أن يعيشوا سعداء مطيعين لله في كتابه ومطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي تبين وتفسر كتابه.
أما أن نعكس الأمور ونفتي الظالم بظلمه، وهذا الظالم الذي يقتل الناس لمصلحة أو نيابة عن اليهود، هذا هو الواقع أيها الإخوة. أيها الناس، نحن قد فهمنا وفهم الناس جميعا، حتى من منا من لم يتجاوز 7 و8 في الدراسة أصبح يفهم الآن أن الذين يقتلون المسلمين في شمال فلسطين، في شمال الدولة اليهودية المزعومة، وفي جنوبها، إنما يقتلون المسلمين نيابة عن اليهود. فليفهم من يفتي، وليفهم أنه يفتي كما قلت قبل قليل أن فتواه فتوى يهودية وليست فتوى شرعية، إنه يلوي الأحاديث، وإن كان ظن أنه يجهلها فليتعلم. أما أن يقول قولا ويغتر بأن طاغية من الطغاة من فراعنة مصر الذين ذهبوا وجاء بدلا عنهم فرعون آخر أنه عينه مفتي وقال له أنت مفتي فصدق وظن أنه يفتي وهو جاهل، نحن لا نجهله هكذا، ولكن عندنا في إسلامنا وفي قرآننا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا الذي يضلل الناس ضال مضل. ونحن نقرأ كل يوم في سورة الفاتحة عندما نصلي وفي خارج الصلاة غير المغضوب عليهم، أي لا تجعلنا مثل اليهود الذين غضب الله عليهم وعرفوا الحق ولم يتبعوه، مثل هؤلاء المفتين، ولا الضالين، يعني لا تجعلنا من الضالين الذين ضيعوا الحق فمشوا في الباطل وتكلموا بالباطل وهم يظنون أنهم على شيء من الحق. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمنون الصحيح الذين ينتمون إلى الله ورسوله، حزب الله، المؤمنون بالله، هم المطيعون لله ورسوله طاعة فهم ووعي وتدبر للقرآن، لا جهل أو تجاهل عن قصد. هؤلاء الذين يتولون الله ورسوله. ولذلك سنبدأ الحديث من أول سورة أو ثاني سورة بعد الفاتحة أولها، وثاني سورة من سور القرآن، وهي سورة البقرة. وأول هذه السورة تبين أصناف البشر 3 لا غير. نحن في عصر يخلط فيه الجهل والكفار الأمور على المسلمين وغيرهم، فهذا يقول أنه علماني، يعني لا ديني، ما له دين، ليس له دين، لا يدين بالنصرانية ولا باليهودية ولا بالإسلام، لا في أحد ما له دين، يدين بدين الشيطان، ومن وراء الشيطان دائما الأفكار اليهودية التي تتسرب عن طريق عملاء اليهود من الدول المتصهينة في الشرق والغرب. فما في أحد ما له دين، إما أن يدين بدين الحق وإما أن يدين بغير دين الحق، وهي الديانة اليهودية والديانة النصرانية والديانة الشيطانية. وقال الشيطان لما قضي الأمر في جهنم، يقف خطيبا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني به من قبل. فلنرجع إذن إلى كتاب الله، وليتعرف كل واحد منا نفسه، وليتلمس على مبادئه وعلى ديانته وعلى خضوعه، هل هو لرب العالمين أم هو للشيطان الرجيم، شيطان الإنس والجن. عند ذلك لا حاجة أن يزعل ويقول ويحزن ويقول كفروني وتكفيريين، لا. والذي يظن نفسه مسلما وهو على نهج الكفار يقتل المسلمين ثم يزعم أنه على الحق وأنه سيدخل الجنة، سيدخل جهنم صاغرا، وسيعيش في الحياة الدنيا صاغرا خائفا ذليلا، لا يجد السعادة أبدا، لأنه خرج عن منهج الله. وليس فقط خرج عن منهج الله، إنما يعمل على تضليل عباد الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. فأصناف الناس من البشرية 3 هم مؤمنون
ويقابلهم الكافرون، والصنف الثالث بين المؤمنين والكافرين يزعمون أنهم على حل وسط وهم المنافقون. إذن المؤمنون وصفاتهم، الكافرون وأوضاعهم، المنافقون ومزاياهم وصفاتهم في النفاق والخبث والفساد والعياذ بالله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات أيها الإخوة الآيات الأربع في صفات المؤمنين، أربع آيات فقط. ابتدأت السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وهذا من إعجاز القرآن للناس الذي يدلهم على أن هذا القرآن من عند الله. وربما كان كما قال بعض السلف هذه الحروف ترمز إلى أسماء الله الحسنى، فالألف اسم أول اسم الجلالة الله، واللام أول اسمه لطيف، والميم أول اسمه مجيد، أو تكون هذه الحروف المقطعة كأن لسان حال القرآن يقول للناس: أيها الناس، إن هذا القرآن من هذه الحروف التي تستعملونها، الألف واللام والميم والحاء والميم والكاف والهاء، فإن كنتم تزعمون أن هذا القرآن ليس من عند الله وهو من صنع محمد فاعملوا مثل هذا القرآن. وعجزت البشرية عن ذلك، فدل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. ألف لام ميم: ذلك الكتاب. الكتاب المراد به القرآن، لا ريب فيه أي لا شك فيه، لا شك فيه أنه من عند الله وليس من صنع بشر. هدى للمتقين، التقوى أصلها وقوى فأبدلت تاء، والتقى يتقي، اتقى النار أي جنب نفسه الاحتراق في النار، وذلك بأخذ الاحتياطات اللازمة في البعد عنها. فتقوى المؤمن هو أن يأخذ الاحتياطات ليبتعد عن النار المحرقة في الآخرة، واحتياطاته تكون بأن يكون وقافا على حدود الله، لا يتجاوز أوامر الله ولا يخالف أوامر الله تبارك وتعالى. فإذا كان حذرا مطيعا لله ورسوله فهو التقي، وهو الولي الذي يتولى الله ورسوله بالطاعة، وليس الولي الذي تكون له أشياء خارقة للعادة، لا، الولي هو الذي يتقي الله، إن الذي يتقي الله هو الولي. فإذا التقي هو الذي يستفيد من هداية هذا القرآن، والتقي الذي يؤمن بالله، وجاءت صفاته بعد ذلك: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان، والذي سننهي هذه الحلقة عنده، الإيمان هو أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المصور الذي يتصف بكل صفة كمال ويتنزه عن كل صفة نقص، وهو الخالق لعباده، وهو الخالق لرزقهم، وهو المتصرف فيهم، وهو الذي يسيركم في البر والبحر. فإذا كان هذا الإله الذي تعتقده إلها خالقا، تعتقد أنه هو الذي له الطاعة، هو الإله الأوحد لا طاعة لغيره، أما غيره فمخلوق، الله كامل غيره ناقص، فالطاعة لله. فإذا كانت الطاعة لله دل على أن هذا الإيمان إيمانا صحيحا. وإلى وقفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان.
مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.